مرحبا بكم مجددا، ووصلنا معكم لآخر فقرتنا الحوارية في هذا الصباح. وكما شاهدنا في النقاط السابقة، سوف يدور الحديث عن الشائعات والضرر من ورائها، وكيف تهدد استقرار الدول في نهاية الأمر، وبالتالي ما هي الجهود المطلوبة لمحاربة هذه الشائعات. الشائعات هو يعني أمر قديم قدم الزمان وليس أمر جديد، لكن ربما التطورات الحديثة التي نشهدها والتوسع وهذا الانفتاح ووسائل التواصل الاجتماعي ربما تجعل من الشائعات أشد خطورة، وأصبحت هناك أو أصبح هناك استخدام لهذه الشائعات لضرب استقرار الدول، وأجهزة تقف وراء مثل هذه الأمور وتديرها بشكل احترافي. وبالتالي لابد من خلق حالة من الوعي لدى المجتمع المصري بخطورة هذه الشائعات، عدم الانسياق وراء الكثير من الأفكار المتطرفة والمغلوطة وكثير من الأمور غير الصحيحة. علينا أن نستقي المعلومة من مصدرها الحقيقي وأن نتأكد منها، على الرغم من اختلافنا أو اتفقنا مع أي شيء على أرض الواقع، لكن المصلحة العليا للوطن تقتضي في نهاية الأمر أن نتأكد من المعلومة وأن نعلي مصلحة الوطن في أي فوق أي اعتبار، ولا ننساق مثل وراء كثير من الأمور غير الحقيقية في نهاية المطاف. على حال خلينا نشوف من الناحية الدينية كيف نواجه هذه الشائعات، وكيف هي المسؤولية المشتركة سواء الدينية والإعلامية وكافة مؤسسات المجتمع، وأيضا نحن كمواطنين علينا ضوء في هذا الأمر. ضيفي الكريم في هذه الفقرة هو الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. برحب بحضرتك دكتور عبد الغني. يعني في البداية خلينا ننطلق من مركز الأزهر للفتاوى بيطلق حملة لبيان ضرر هذه الشائعات. أهمية هذا الأمر وخلق حالة من الوعي لدى المجتمع المصري من الناحية الدينية أيضا، كيف يمكن مواجهة هذه الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يمكن مش عايز أطول في الناحية بتاعت الخلفية الدينية، لأن في الحقيقة معالجة الإسلام لمسألة الشائعة ما توقفش فقط عند موضوع إطلاق الشائعة واللي بيسمعها، لكن هو في البداية هو معالجات من كل النواحي. في فكرة تحريم الكذب، يعني ما ينفعش أبدا على الإنسان المسلم، يعني الحديث اللي كل الناس تعرفه، الصحابة لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يفعل من الكبائر كذا، ولكن عندما أتى عند الكذب قال لا يكذب. أيضا التعبير القرآني في الحقيقة لما تحدث يعني في وصف الشائعة ما قالش كلمة شائعة، قال فيها أنها الفتنة، يبغونكم الفتنة، بس قال وفيكم سمعون لها. يعني حتى كمان عبر عن حالة استقبال هذه الفتنة من الناس، أن بعض الناس بتسمع هو عارف أن هي فتنة وعارف أن هو كلامها يضر بيه، ولكن في الحقيقة بيستمع إلى هذا الكلام وفي بعض الأحيان بيعمل له شير، يعني كمان بيروج لهذا الكلام. الكلام ده زي ما حضرتك يمكن أشرت، لما هي الحملة بتستهدف بالمناسبة مواقع التواصل الاجتماعي، بتستهدف على الإنترنت، لأن في الحقيقة الإنترنت أصبح يعني بوابة كبيرة جدا ومنصة كبيرة جدا، من الممكن أن يطلق خبر أو واحد يكتب كلمة بدون أي مسؤولية فتنتشر هذه الكلمة، مش يراها ملايين بل يراها عدد مهول من الناس، عشرات الملايين من الناس. وده في الحقيقة بيخلينا مش بنتكلم بس على فكرة الإطلاق، احنا كمان لازم نتكلم على الجانب الآخر. لابد ان احنا كمان نمتلك منصات فعالة وسط الناس في مسألة تصحيح الأخبار الكاذبة. لابد ان احنا يبقى في سرعة في الرد على الأخبار الكاذبة. لابد أيضا على المسؤولين، وأنا بتحدث هنا عن المسؤولين، كل واحد في مؤسسته، ان هو يبقى ملم بالأمور اللي بتتعلق بالتفاصيل بتاعت المؤسسة بتاعته. يعني ما ينفعش أبدا، هو إيه اللي دايما بيأخر الرد في بعض المؤسسات؟ إن بتطلق الشائعة والمسؤول هو ما عندوش دراية بالمعلومة بالتفصيلة المعينة، فهو لابد إن المسؤول طالما أنت في محل المسؤولية وأنت بتعبر عن مسؤولية هذه المؤسسة، لابد إن أنت تكون ملم وعندك تحديث، يعني بلغة العصر أبديت كده وتحديث لكل المعلومات اللي بتتعلق بالمؤسسة بتاعتك، عشان لما يطلع يعني خبر كاذب أو إشاعة يبقى لازم نمتلك المنصات، وفي نفس الوقت لازم يبقى فيه سرعة وإتقان في مسألة الرد. أيضا في أمر مهم جدا، ده لابد لكل الناس وللإعلام ولكل الناس، لابد أن احنا نحافظ على القيم العلمية والقيم الثقافية الموجودة بالمجتمع. يعني ليس من الهين أبدا أن تخرج ناس وتشتم في بعض الرموز الموجودة من العلماء والمثقفين، لأن ده في الحقيقة بيفقد الثقة في هذا العالم. لما يطلع يتكلم الناس فهو قاصد، هو مش قاصد في هذه اللحظة أنه هو
يعني يخطئ في العالم، هو قاصد ان هو يزعزع الثقه، فلما يجي يتحدث مع الناس يبقى كلامه ما عندوش مصداقيه. نعم. الامر الرابع وهو امر ايضا في غايه الاهميه، ان احنا لازم يبقى ننظر الى الناس بمنظور محايد. يعني لما يبقى في واحد في وسيله اعلام وانا اتحدث عن قضيه معينه، لابد ان انا اتكلم عن الاشكاليات اللي موجوده في القضيه. يعني انا بفترض العالم بيكتب من زمان جدا، من 40 سنه في علوم المستقبليات. بمعنى ان انا لما باجي اكتب في مشكله بفترض كمان الاشكاليات اللي بتحصل في المشكله، يعني وده بيخلي بيجاوب على اسئله كثيره جدا قبل ما تحصل الشائعه. يعني انا لما اجي اتكلم في قضيه معينه واقول ان احنا لو ما عملناش كده بيحصل في المستقبل كذا وكذا وكذا، ده بيرد على مساله الشائعه. الامر الخامس، لابد ان احنا نعرف ان النهارده الشائعه اصبحت صناعه، وصناعه كبيره جدا، وينفق عليها مبالغ كبيره جدا. يعني النهارده مثلا حضرتك وسيلة التواصل الاجتماعي اللي كل واحد ماسك تليفون وحاطط بعدد، يعني يمكن اكتر دلوقتي من 60% من المصريين بقى كده. حضرتك تخيل ان انت لو كتبت كلمة على الماسنجر عندك تبص تلاقي دعاية جات لك على الصفحة بتاعتك عن نفس الموضوع اللي انت بتكتب فيه. يعني لو انت حضرتك مثلا مهتم بالاعلام وبتكتب لواحد صاحبك على الماسنجر كلمة عن الاعلام، تلاقي الدعاية جاية لك على الصفحة بتاعتك العامة عن امور تتعلق بالبرامج وبالاعلام. لو انت حضرتك فاكيد في دلالات بقى الموضوع ده، يعني لو ربطت الامور ببعضها يبقى اكيد في حضرتك ده صناعه. النهارده لما انا اجي اعمل بحث على جوجل وتلاقي حضرتك الاخبار الاولى اللي بتطلع، يعني انا لو باجي اعمل بحث في اي موضوع معين بتطلع لك الاخبار اللي هي انفق عليها اكثر حضورا على الانترنت، اللي هو التسويق الالكتروني بتاعها اكتر، اللي مدفوع فلوس في التسويق الالكتروني اكتر. وللأسف الشديد، وأنا بقول هذا الكلام للأسف الشديد، أن الجماعات المتشددة والمنحرفة والتي ليس لها علاقة ببناء الدول، واللي هي تهدف إلى فكرة زعزعة أن ما يكونش في دولة، هو لن يستطيع أن يكون موجودا إلا في حالة فوضى، هو مش هيبقى أبدا موجود في حالة وجود دولة وفي حالة وجود قانون. هذه الجماعات للأسف الشديد هي التي ذهبت إلى الفضاء الإلكتروني قبلنا. يعني قبل الجماعات المحترمه وقبل المثقفين، لان طول العمر بالمناسبه العمل الثقافي والعمل العلمي للاسف الشديد يشوب بعض الفرديه. ما فيش في حاله تنظيم جماعيه، ودي امانه انا يعني هذا الامر في رقبه كل، انا اتحدث هنا واوجه خطابي الى كل المثقفين والى كل النخب والى كل الاعلاميين والى كل علماء الدين والى كل متخصص في تخصصه. يا جماعه لابد ان احنا نتوجه في مساله حاله عمل جماعي، حاله استناره جماعيه، حاله تمام. تنسيق جماعي، ده من الامور المهمه جدا يا دكتور، اللي احنا ازاي نعالج الموضوع ده بشكل تمام. ما لكن خلينا نشوف الاسباب كمان الحقيقيه اللي احنا وصلنا ليها. للاسف الشديد يمكن في حالة من عدم الثقة داخل المجتمع للأسف الشديد في بعض البعض في كل القضايا للأسف الشديد. لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة حتى يمكن أن نضع الحلول؟ لماذا ننساق وراء الشائعات ولا ربما يعني لا نصدق الحقيقة؟ وصلنا إلى هذا الأمر ونجدها كالنار كالهشيم تنتشر في صحيح. كثير من المجال. هو زي ما بقول لحضرتك، هو لأننا في الحقيقة لم ننتبه مبكرا للشائع. يعني هو ما بيبدأش على طول، يعني مسألة إحداث حالة ربكة في المجتمع بتجيش مرة واحدة، أو بتيجي يعني زي المصارعة كده، ما فيش ضربة قاضية في الموضوع ده. هو الموضوع ده بيبدأ شيء فشيء، يعني احنا بدون ما ندري، حتى في وسائل، حتى بعض المثقفين، حتى بعض الاقلام بتبدا تردد بعض العبارات اللي بترددها مثل هذه الجماعات، فهو بيلتقي في الخيط، بياخد الخيط الاولاني بيأثر فيه، وبعد كده بينتقل لمرحله ثانيه التشويه عليه هو نفسه المتحدث. يعني ده مش محل ثقه، وللاسف الشديد بيبداوا يشككوا، اول حاجه يشككوا في ذمه الناس. على فكره في بعض الناس ما بتجدش، يعني هو ما بيجدش مساحه، مش عايز يرد عن نفسه، مش عايز، يعني في ناس طبيعتها خصوصا اللي هو يعني اللي وصل الى حقيقه علميه معينه والى مكانه علميه معينه، بيجد ان هو مش عايز يدافع عن نفسه، مش عايز يتكلم عن نفسه، فهو بيتاخر في مساله الرد عن نفسه، ويقول لك يعني في بعض الناس يعني حتى كمان تقول ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لي حقي من الناس بهذه الطبيعه. في بعض الناس انشغاله هو نفسه بالعمل الوطني، يعني انت لما تكون حضرتك مثلا في حاله تحدي وبتواجه مشكلات كبيره جدا، فالطبيعه بتاعت عملك بتخليك في بعض الاحيان ما تملكش الوقت ان انت ترد. تمام. الاشكاليه الثالثه زي ما بقول لحضرتك، لابد ان احنا نمتلك منصات في مساله حضور خطابنا. تمام. يعني حضرتك انا النهارده لما باجي اتكلم مع حضرتك في قناه النيل الاخبار، لابد القائمين على العمل يتحققوا ان يبقى في تسويق كويس للافكار اللي بتطلع فيها على الانترنت. تمام. زي ما هو بيعمل لما يبقى في منتديات، لما بيطلع خبر
عدد بالالاف بيشيروا على المنتديات، لابد ان انت بتمتلك نفس الاليه في ان انت يبقى عندك منتدياتك اللي بتشير الخبر الاخر اللي بيرد بنفس الحضور. لابد كمان ان الناس تعلم في حاجه مهمه جدا، احنا لم يعد بعد المصلحه واحده. نعم. بمعنى ايه؟ اكيد. بمعنى ان احنا لو حصل اي خلل النهارده، المؤسسات المملوكه الذي اصبح يعبر النهارده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجود في المسجد، كان المسجد هو الذي يعبر عن كل المؤسسات، فكان المسجد هو المعبر عن يعني عن امه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المعبر عن الكيان الذي انشاه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. بعد كده احنا بقت في مؤسسات، يعني فيما يتعلق مثلا بالفقراء بقت في وزاره التضامن الاجتماعي، فيما يتعلق مثلا بالمساجد بقى في وزاره الاوقاف، فيما يتعلق مثلا بعلوم الاسلام طبعا بقى في المؤسسه العظيمه اللي تمثل قوه عظمى في العالم وهي الازهر الشريف منذ 1080 سنه، فيما يتعلق بالدفاع عن المجتمعات او الدفاع عن الدوله بقى في المؤسسه العسكريه، فيما يتعلق مثلا بالاعلام بقى في يعني مبنى اتحاد اذاعه التلفزيون ولا تنظيم. بمعنى ان بقت في اللي بتمثل الان الناس هي المؤسسات. هذه المؤسسات ليست ملك لحضرتك بما انك بتعمل فيها، وليست ملك ليا بما اني بعمل فيها. هذه المؤسسات ملك لنا جميعا، هي ملك للناس جميعا. بمعنى ان هو شوف حضرتك دايما وابدا حافظ التعبير عن فكره التغيير والتداول، هو امر متداول. هي الفكره كمان يا دكتور، يعني احنا تقريبا يمكن احنا بننتظر الشائعه حتى يكون هناك رد فعل لها. طب لماذا لا تكون هناك المعلومه اللي حضرتك بتتكلم عليها حضرتك، ان تقوم هذه المؤسسات اللي احنا كلنا مسؤولين فيها بدورها بتصحيح المعلومه، ان تكون هناك المنصات اللي هي موجوده؟ واعتقد ان في جهود بتبذل في هذا الامر، لكن ربما لم نصل الى المرحله الكامله او الصوره الكامله حتى نواجه مثل هذه الامور. يعني ما هو المطلوب بقى في الفتره هو دي؟ انا 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 بعتقد فيما يتعلق بمجال الفكر وبمجال الحفاظ على التراث وبمجال نشر الافكار وفي مجال الدعوه، حان الوقت مساله امتلاك منصات كبيره على الانترنت وتغيير المحتوى الفكري سواء التراثي منه او المحتوى العلمي او المحتوى الحداثي او المحتوى، اصبح الان ضروره اهم من بناء المساجد. الان العدد اللي بيدخل المساجد بيسال على معلومات دينيه مقارنه بعدد اللي بيدخل على الانترنت وبيسال الشيخ جوجل على المعلومات الدينيه، اللي بيسال الشيخ جوجل اكتر بكثير جدا. يبقى انت لابد ان انت تكون محضر له المعلومه الصحيحه، لابد ان احنا يبقى في تطبيقات في كل الامور التي تتعدى الحياه وموجوده على زي ما هو سهل ان هو يدوس على ضغطه فيسال، يبقى في تطبيق برضه بيرد له على صحيح. انا يعني بشكر في هذا الاطار الجهد اللي بتبذله دار الافتاء، والجهد اللي بيبذله مرصد الازهر، والجهد اللي بتبذله وزاره الاوقاف، بس انا دايما بقول ان هذا لا يتماشى مع الدوله العظمى في مساله، نحن دوله عظمى في مساله كل العالم. يمكن كان في مؤتمر قريب لوزاره الاوقاف، كل العالم ينتظر الدور اللي انت بتعمله. تمام. في مساله مواجهه الفكر. تمام. فعشان كده لابد ان انت تبقى على قد هذه يعني كمان التحديات. كان موضوع حلو يعني المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه بناء الدول ورؤيه معاصره كمان وفقه بناء الدول وفقه الجامعات، يعني موضوع مهم يعني. يمكن لكن فكره التسويق كمان يا دكتور يعني لهذا الامر، يعني احنا ممكن عندنا منصات بس للاسف شديد يمكن ما عندناش تفاعل بشكل كبير بنوصل المعلومه لعدد كبير من الناس، على عكس ربما بعض المخططات الاخرى اللي بتستهدف امن الوطن وزعزعته. يعني فكره الترويج بقى والتسويق دي عايزين نشتغل على هذا الملف ازاي؟ احنا لابد اولا ان احنا يبقى عندنا ثقه، لابد ان هو اللي بيسوى يبقى عنده ثقه في المواطن المصري. بالمناسبه الشديده اللي حافظ على مصر في 30/6، الحافظ على كل المؤسسات في 30/6 هو الشعب المصري. واللي تصدى لأخطر جماعة إرهابية ظهرت في التاريخ ولم يمكنها من أنها تحكم أكثر من عام واحد ووقف ضد هذه الجماعة هو هذا الشعب المصري بنفس هذا الوعي. إحنا شعب، أنت محتاج يكون في شيء من الثقة لما بيكون في حديثك معاه. يكون كمان مش طول الوقت أنت بتكلم الشعب. للأسف الشديد بعض النخب وبعض اللي بيطلعوا في الإعلام لما بيطلعوا بيتكلموا الناس بيتكلموا كأنه أستاذ في مدرسة واقف بيعلم الناس. ده مش ممكن أبدا يكون منطق سليم، ده منطق عليل. وعلى مدار بعيد بيفقدك مصداقيتك مع الناس وبيفقدك الجمهور اللي ممكن يسمعك. فانت لابد ان انت تحسس الناس بقد ايه ان انت بتتكلم عن مشاكلهم، انت بتعبر عن قضاياهم. كمان لازم المساحة يبقى انا عامل هامش حر حضرتك تستطيع ان انت ترد فيه في نفس اللحظة. انا عارف تماما ان احنا طبيعة العمل في الدولة
بيبقى فيه شيء من التنظيم بيخليك انت اتقل من الطرف الاخر الحر. مش كده لازم ان انت يبقى عندك هامش حركه، لازم اندي للي هو بيتعامل مع الناس هامش حركه. انا بكلمه في الخطوط الرئيسيه. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي لما جيت عمل اعظم 100 شخصيه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم اعظم شخصيه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش بنى، الله سبحانه وتعالى علمه انه لا يبني رموز ابدا تتكسر في اي وقت. النبي صلى الله عليه وسلم بنى الانسان. شوف كل التعليم الاخلاقيه اللي اتكلمت عن بناء الانسان. وبعدين هذا الانسان بقى هو الذي يبني المجتمع. عشان كده حتى المفكرين قالوا ان بناء الفرد اصعب من بناء المدينه. اكيد. عشان كده احنا لابد ان احنا نخاطب الناس بهذه الثقه. وبمناسبه يعني كبيره جدا، هذا المواطن واعي تماما للي بيحدث وللتغيرات. فلا يعني انا عارف ان الوقت يعني انا بشكر حضرتك على وقتنا والله. يعني فعلا فعلا احنا يعني محتاجين الى حل من الوعي لدى المجتمع بالفعل، الا ننساق وراء امور كثيره. نتاكد يعني حتى نختلف او نتفق، المصلحه العليا لابد. لا وانت لما يبقى في خبر انت ما تاكدتش منه وبتشيره وانت مش متاكد منه، ده كذب. زي ما بتكذب فبلاش. اللي هو يعني لازم انا بس للامانه الشديده احنا كمان لازم نتيح المصدر والمصدر الاخر. أكيد. يعني لما يجي يدور على المصدر الاخر يلاقيه برضه بشكل متاح. لكن ان شاء الله رب العالمين إن شاء الله. وعي هذه الامه وثقافتها احنا يعني حضاره البلد دي مش بتظهر بتظهر دايما في المواقف اللي البلد محتاجه فيه وبشيء من الترشيد. ولا بد ان يكون هذا خطابنا مع اهالينا. وبالمناسبه المواطن اللي موجود في النجع وفي القريه هو مواطن اكثر تحضر من ناس كثيره جدا في بلاد، يعني عماله تصدع دماغنا لو احنا كلمناه واستنهضنا فيه هذه الهمم. انا بشكرك على حال دكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الاعلى لشؤون الاسلام. شكرا جزيلا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره وفقرات هذا الصباح، على امل ان يتجدد اللقاء وموضوعات جديده ومتجدده. دمتم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء.